main thing in not only in football but in life. You know, if you want to achieve something, you need to train, you need to work. There are some players that they deliver in training sessions, but football and life is all about delivering in the real test, under pressure. Well, we started really strong physically because they were not used to the way, you know, I work. The exercise is about one thing. It's about keeping possession. كنا بتعرض لضغوط صعبة جدا وضغوطات نفسية. Make it big in possession. ما لازم تبخل ولا نقطة عرق. That's what you are doing when you play Mickey Mouse football. حتى لو ما جاتلكش الحاجة اللي أنت عايزها من التعب اللي أنت تعبته لازم تصبر. الأسبوع الأول كنت مضغوط لحد ما جيت على نفسي واستحملت. You are so bad. أنا أي أحد يقول لي فاشل أعطي كل اللي عندي عشان أثبت له إني أحسن من أول. We've been training for 5 weeks. The evolution of all the players is obviously is really good. أكثر شيء بتمنى أنسى الجاد وأنا استفدت منه هو بدنياً وذهنياً. اللياقة البدنية. لمسة الطابة الإحساس. القوة والتصديق. كيف عشان تتحرك في الملعب؟ لأن كل حاجة فيها تكتيك في الملعب. تحركات الدفاعية والهجومية. وظيفتي بالملعب. إزالة التحركات بدون الكورة. بدأت تعرف كيفية الكرة الأوروبية كيف يلعبونها. التكتيك قبل ما تلعب فوتبول. There are always some players that stand out. Moussa is doing really well every single week. Congratulations to Moussa. Moussa, انت عاجبني جدا بصراحة. شي اللي فادني بزاف المنصب الجديد اللي اعطاه لي كصانع العاب وانا ما كنتش نلعب صانع العاب. And for me, Ayman is the one that is becoming stronger and he's affecting the game the most. من الوظيفة بتاعتي في ناس بتلعبوا كورة عشان انها بتحبها. انا بحبها بس قبل ان انا بحبها انها وظيفة بتاعتي. ايمن الاسبوع هذا انت مش موجود. الانتقاد مش ضعف، الانتقاد قوة ليك. انت لو انسان مش كويس وانسان مش ناجح محدش هينتقد فيك. نمبر 9 ايمن، اي كول هيم ذا وايلد هورس. ايمن بهنيك. ايلدور از كايند اوف ذا كابتن that everybody's looking at. Edo, you're a defender. I love your passion. صرت أعرف شو يعني الاحتراف وقد مهم تكون مركز قبل ما تفوت على الملعب وبالملعب. Riyad is really consistent and solid as well. Riyad was the man to stand out. Number 19, Riyad. معلمني ازاي العب مكان جديد ما كنتش العبه اصلا في حياتي. مبروك على ادائك وانت بتلعب باك يمين وهو مش مكانك. بتمرن على طول، انا ما بوقفش يعني طول الليل بتمرن قبل ما انام واول ما اصحى من النوم بتمرن. خليل because he's young. It's a surprise because he's only 16 years old. He doesn't care about the big guys putting pressure on him. صرت افكر انه نقاط تبع المدافع السربيه ايش قدرش نروح عليها. فيك مثلا تربح الواحد مش بقوتك بعقلك. So for me these 5 are standing out right now but everything can change in just 1 week or 2. Amuri was really intelligent. Well done from Amuri, he was the quickest one. أنا ما اختفيت ولا شيء، بالعكس كان رتمي عالي وثبت المستوى نفسه يعني الرتم بس ما اتطور زيادة، هذا شيء سلبي. أكثر لاعب اتطور في الأكاديمية هذه الفترة حسين القحطاني. القحطاني والسود الثالث القحطاني من السعودية، ألف مبروك القحطاني. العزيمة والإصرار خلتني أكسب البرنامج من أول أسبوع لحد دلوقتي. أموري واللاعب خليل بدر. أكثر واحد طور الأكاديمية هو أنا. الكعب كان جاي في الأول مش فاهم ملعب الكبير، كان بيلعب خماسي بس بيسعى في الملعب مع مشي سجالي وبيسمع له كتير وعشان كده شايف إن هو اتطور. برنامج ذا فيكتوريوس طورني كتير من ناحية التمارين. الجدع علمنا التطلية في الملعب، اللياقة البدنية يعني الأول مثلا كنت بلعب 90 دقيقة كان بيبقى فيه تعب شوية كده، لكن حاليا ممكن ألعب يعني فوق 90 دقيقة ومفيش تعب يعني. أول حاجة تغيرت في العقلية شوية. كل تعب لوصل لهي المرحلة كان في أكيد تطور كبير لأنه كان في مستويات كبيرة. تطور مشان بشوف التطور إن في مدرب هو اللي بيبقى عارف مثلا إمكانيات اللعيبة.